سيدة إليزابيث كوريه نائبة رئيس مجلس التنفيذي لإدارة شمال وشرق سوريا، بالإضافة على الألقاب اللي قلناهن في البداية، أنا أريد أن أسألك عن موضوع هروب عائلات داعش من مناطق سوريا الديمقراطية، يعني من مناطقهم في القمشلي وضواحيها. كيف هربوا وأين هم؟ هل عندكم معلومات؟ طبعا هناك عوائل كثيرة وهناك أسرى كثيرون من التنظيم الإرهابي داعش لدى السجون الإدارة الذاتية، وهناك أيضا من العوائل من النساء والأطفال في مخيم الهول. بالنسبة للموجودين لعناصر داعش الموجودين في ضمن السجون الإدارة الذاتية، الأعداد كبيرة، و الطاقة الاحتياجية لدى الإدارة الذاتية، يعني ليس بمقدور الإدارة الذاتية أن تلبي الحاجة بحمايتهم بتقديم المواد اللوجستية من كافة النواحي لعناصر داعش. أدي العدد تقريبا بين حين أدي العدد العدد تقريبا. بالآلاف، أكثر من 11,000 عنصر من يعني لا داعش. يمكن تغذيتهم ولا يمكن الحاجات الأساسية، يعني غير موجودة. أكيد أكيد، حتى الحماية، يعني السجون ضمن الإمكانيات الموجودة، وأنتم تعلمون يعني هكذا تنظيم من الضرورة أن يكون له حماية دولية. هنا لدينا تساؤل كبير أيضا. نحن قوات سوريا الديمقراطية قضت على داعش وحررت المناطق، لكن تم تفعيل وتحريك وتنشيط هذه الخلايا، والذي أدى إلى تنشيطهم هناك الهجمة التركية التي احتلت خاصة رأس العين وتل أبيض، وقواتنا كانت يعني بحاجة إلى دعم أكثر لكي تستطيع أن تسيطر على هذه الخلايا. طيب. أنا أطلب من الأستاذ ياسر فرحان، أنت يعني كيف تفسيرك أنه اليوم بعد ما صار في قضاء بالكامل على، أو أعلن أن هناك قضاء كامل على داعش، هناك بعض الخلايا التي تظهر منذ فترة قصيرة؟ هل هناك سبب سياسي، أو هل هناك يعني طبيعة الأحوال أنه ليس لديهم غذاء، أنه الناس هن من بيئة معينة ممكن أن تحتضنهم؟ شو تفسيرك لذلك؟ مساء الخير، تحياتي لك والسادة المشاهدين. فتشي عن المستفيد تعرفي السبب. شهدنا في أكثر من مرة كلما أرادت الإدارة الأمريكية أن تتخذ قرارا بالانسحاب من سوريا، شهدنا بأن قوات سوريا الديمقراطية تزعم بأن هناك عمليات متجددة لدى داعش، وشهدنا خلال ذلك بالفعل يتم تنفيذ هذه العمليات، يتم تهريب عدد من السجناء في الإدارة الذاتية، وبشكل متعمد من أجل أن توصل هذه الإدارة رسائل إلى المجتمع الدولي بأن الحرب على داعش ما زال لديها أسباب لتستمر، وبأنه لم يتم القضاء نهائيا على داعش. هذه الحرب على داعش لدى الإدارة الذاتية عبارة عن صندوق تستطيع من خلاله الحصول على الدعم المالي الكبير، لماذا تستفيد سوريا الديمقراطية؟ الدعم السياسي الكبير، تريد أن تروج نفسها بأنها طرفا شريكا، لولا أنها موجودة كذلك لعادت داعش. لماذا نقول ذلك وأنتم يعني الجيش الوطني السوري، هناك صور يعني موثقة بأنه هناك بعض الناس اللي كانوا يعني يقولون أنهم قريبين من داعش، أو على الأقل يعني أصدقاء لبعض القيادات في داعش، مثل حاتم أبو شقرة اللي هو متهم بقتل هفرين خلف، يعني في صور تقول أنه مع الجيش الوطني السوري. لماذا يعني عندما نريد أن نتكلم بمؤامرة من هذا النوع ممكن أن نتهم أيضا الجيش الوطني السوري بذلك؟ لو سمحت، أولا الجيش الوطني السوري هو أول من حارب تنظيم الجيش الوطني الحر،
ثم بعد ذلك الجيش الوطني السوري هو أول من حارب تنظيم داعش الإرهابي ودحره، هو من حرر منطقة الباب ومنطقة عزاز وكل هذه المناطق من تنظيم داعش، وبذل كثير من التضحيات، وما كان في دعم من قبل التحالف الدولي مثل ما هو الآن لقوات سوريا الديمقراطية. ونتذكر تماما بأنه الجيش الحر قوى الثورة جميعها حاربت تنظيم داعش وخاضت معارك طويلة، وشهدنا تماما بأنه يعني تنظيم داعش كان أقسى على الجيش الوطني المعارض وأقسى على الجيش الحر مما هو على الإدارة الذاتية وعلى قواتها. شهدنا بأنه السيدة إليزابيث لتجاوبك على بس تجاوب بس تجاوب بس طيب تفضل تفضل لأنه عم بس بس تجاوب لخلص الفكرة بس ضروري ضروري هالفكرة هي بس بوصلها بعد إذنك دقيقة واحدة. نعم. حاتم أبو شقرة من ضمن فصائل الجيش الوطني الذين حاربوا تنظيم داعش، لا ينتمي لداعش، وهو يعني هناك الكثير من الضحايا سقطوا من مقاتلي بمحاربة تنظيم داعش، لكن قضية مقتل هيفرين خلف هذا موضوع ثاني، ونحن خلال ذلك تابعنا هذا الموضوع إلى أن تحققنا بشكل أكيد بأنه استجاب إلى تسليم قاتل هيفرين خلف إلى القضاء، وحكمت المحكمة عليه بالحبس 10 سنوات أشغال شاقة، وطبعا هذا الحكم مخفف كونه قاصر، وكون طبعا هذا التصرف هو تصرف أفراد لم يكن تصرفا موجها بشكل ممنهج من قيادات عسكرية أعطت الأوامر لقاتل هيفرين خلف بقتلها، وبالتالي أيضا نحن ضغطنا على كل القوى الموجودة في الجيش الوطني وطالبنا بتطبيق كامل لمعايير حقوق الإنسان، وخلال ذلك فصيل أحرار الشرقية استجاب بفتح السجون التي كانت موجودة لديه بحالة معركة، السجون الموجودة لديه كانت تقتضيها الضرورة، وخلال ذلك نفذنا زيارات إلى هذه السجون وصورنا مقاتلين قوات سوريا الديمقراطية الأسرى الموجودين لديه خلال معارك تحرير تل أبيض، وقلنا لهم بأن هذه صورهم معلنة على فكرة على موقع الائتلاف، قلنا لهم يعني بأن هذه الصور تم في حالة الاختفاء القسري وبتم أنتم مسؤولين عن حمايتهم وحياتهم حتى لو كانوا أعداء، حتى لو كانوا منتمين لمجموعات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني، لكن عليكم أن تحافظوا على حياتهم وتسلموهم إلى جهة قضائية مختصة. طيب خلينا نعطي معلش الفكرة وصلت الفكرة وصلت الفكرة وصلت خلي يعني تجاوبك الفكرة وصلت كوريا. تماما يعني عم بيقول أنه أنتوا عم أستغرب نعم تفضل الذي يتحدث عن المؤامرة الذي هم الذين يحيكون المؤامرات على هذا الوطن. طبعا الذي حرر الوطن مناطق شمال وشرق سوريا من الإرهاب وبشهادة العالم كله هم قوات سوريا الديمقراطية الذين يتشكلون من أبناء وبنات جميع مكونات هذا الشعب السوري، وهم الذين قضوا على داعش وحرروا المناطق، ورأينا أيضا كيف أن أكثر من 23 قرية من قرى شعبنا السرياني الآشوري عند هجوم داعش واختطاف الأهالي وتم تهجيرهم، كيف قوات سوريا الديمقراطية حررت هذه المناطق وحررت أيضا إلى آخر معقل لهم في الباغوس. السيد يتحدث عن المؤامرات، أستغرب منه، هو الذي حرر الباب وجرابلس، لكن الذي نراه هناك انتهاك للمدنيين لحقوق الإنسان، وهناك دائما نسمع المجازر والاعتداءات بحق أهالينا بحق يعني من السوريين من؟ هناك من من؟ سيدة إليزابيث كوريا عندما تقولين معلش أنت عم تقولي انتهاك لحقوق الإنسان من من؟ من ينتهك من الآن من حقوق الإنسان؟ من الذي أعتقد على كل الأراضي السورية هناك السيد ياسر هناك نعم. يدافع على يقول هم من حرروا تلك المناطق وهم من يدافعون على تلك المناطق. ليس هذا موضوعنا. موضوعنا اليوم هو العودة إلى خلايا داعش. طيب هل يقال طبعاً. أنهم في البادية؟ طيب كيف هيدول عم بيطلعوا؟ من أين؟ هل لديهم تواصل مع الأنبار بالعراق؟ هل هناك طريق مفتوحة؟ أعطوني معلومات يعني ميدانية نوعا ما. داعش هو تنظيم إيديولوجي، هو تنظيم فكري، هو ثقافة، لابد من أن تتضافر الجهود الدولية، المجتمع الدولي للقضاء عليه.
لكن الذي يتحدث والاتهامات التي يتحدث عنها السيد ياسر يعني مناقضة للحقيقة ولأرض الواقع. يتحدث عن استغلال سياسي، يتحدث عن استغلال سياسي، أين هو ومن المستفيد؟ يحلل هكذا تحليلات، أين هو موجود؟ هل هو موجود بالداخل على الأرض السورية أم هو موجود في بلاد الشتات؟ أستغرب منه. أنا يعني أقول له هكذا اتهامات هي اتهامات باطلة. نحن أعطينا شهداء من أبنائنا وبناتنا وحررنا هذه المناطق، ونرى أن الملف السوري هو ملف شائك. هناك قوى دولية وقوى إقليمية تتدخل في الشأن السوري، ولكن نحن كسوريين من الضروري أن نضع يدنا بيد بعضنا البعض لكي نقاوم ونحاول القضاء على الخلايا النائمة وعلى كل من يعتدي على أرضنا. طيب أستاذ ياسر، هل الدواعش اللي كانت موجودة هي من أي جنسيات؟ هل في كثير من السوريين منهم؟ هل هناك بيئة حاضنة مثل بيئة دير الزور مثلا؟ هل هي حاضنة لتلك الأفكار أم أن الدواعش أتوا من خارج الحدود؟ إطلاقا سيدة جوزيل، الشعب السوري يحارب الإرهاب وعانى من الإرهاب طويلا بمختلف مكوناته، بمختلف مناطقه الجغرافية، بمختلف تكويناته. لا يقبل الشعب السوري إطلاقا وجود داعش بينهم. خلال الفترة الماضية شهدنا بأن هناك قوى خارجية يعني استقدمت داعش الإرهابي، شهدنا بأن نظام الأسد أخلى سبيل المتهمين بقضايا إرهاب كانوا منتسبين لتنظيم القاعدة. في بداية الثورة السورية أخرجهم من السجون وكان مستفيدا من إخراجهم كي يتنظموا، كي أيضا يعني قدمت خلال ذلك هذه التنظيمات من العراق، لم تكن يعني منبتها سوريا، وبدأت خلال الفترة الماضية أول ما تضرب وتحارب الجيش الحر. وعلى فكرة أول اتفاقية عقدها تنظيم داعش الإرهابي كانت مع البي واي دي في رأس العين عام 2012. اتفقوا بالبداية على اتفاقية هدنة، وقفوا القتال فيما بينهم، ثم بعد ذلك في 2013 عملوا اتفاقية ما بين داعش والبي واي دي على إدارة مدينة رأس العين إدارة مدنية، يعني عملوا اتفاق بأنه يشكلوا مجلس. خلينا نحكي شوي عن المستقبل لأنه ما معنا وقت كثير، معلش. هلأ اليوم طيب أوكي. اليوم هناك خلايا في البادية، ومثل ما قلت في المقدمة على 50 متر من القوات الأمريكية، كيف تفسيركم لهالشيء؟ التواطؤ من تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي يستفيد من استمرار داعش ويتغذى على استمرار داعش ويحصل على تمويل كبير بسبب وجود داعش، مثل ما يفعل نظام الأسد. ولكنه يقتل، حصل عليها. لكنه يقتل يا أستاذ ياسر، معلش. هو يضحي قياداته يضحي بناسه، بمقاتلي بشعبه من أجل، يعني شوي صعبة. لا ليس شعبه، هو تعرف مؤامرة من الاتحاد. يعني تدرسي الوضع السوري، نعم، حينما تدرسي الواقع السوري تجدي بأن النظام يعني أيضا ضحى بحاضنته وضحى بمقاتلي. وأيضا لما تدرسي حزب العمال الكردستاني خلال التاريخ الطويل الذي ينفذ خلاله هيدا اتهام خطير، عقود طويلة، أيضا ضحى بمقاتلي. خلي السيدة إلى زنب كريت. نعم تفضلي. هذه اتهامات باطلة، يعني أستغرب من الأستاذ كيف يصرح بهكذا، كأنه موضوع إنشائي ويسمع لنا. يعني أستغرب أيضا من القوات أو الميليشيات التي يحتمي بها ويقول يمثلونه على أرض الواقع، كيف أنهم مثل ما ذكر قتلوا المدنيين والنساء الذين لا علاقة لهم بأي، ولم يحملوا سلاح، يعني كالشهيدة هبرين خلف
الذي قتلوها ومثلوا أحيل القاتل إلى القضاء، يعني لكن تنظيم البي واي دي لم يحل مرتكبي مجزرة الحاجية وتل خليل إلى القضاء. هيومان رايتس ووتش تقول بتقرير واضح وصريح بأن ميليشيات بي واي دي هجرت أبناء المنطقة. وعائدة لك ومردودها. أنا سؤالي إليك إليزابيث كورية، كيف تفسرين ظهور الخلايا اليوم في البادية وفي منطقة تنف؟ طبعا الخلايا النائمة هو مثل ما ذكرت لك أنه تنظيم داعش هو إيديولوجية وثقافة وفكر معين. بعد القضاء عليه في الباغوس كان هناك الكثير من عناصر داعش تم يعني اختباءهم، اختبوا ومن ثم أعادوا تفعيل وتنشيط نفسهم، وذلك لانشغال أيضا قوات سوريا الديمقراطية بالاحتلال التركي الذي هجم على منطقة رأس العين وات الأبيض. لكن اليوم نحن بملاحقة تامة وبتعاون وتنسيق مباشر مع التحالف الدولي للقضاء على هؤلاء العناصر. هذا هو الشيء الذي نقوم به. استاذ ياسر، انت برايك يعني عندما تقول انه انت برايك انه سوريا الديمقراطيه هي التي تستفيد من داعش، تركيا لا تستفيد من داعش؟ تركيا كما شهدت بانها حاربت داعش بشكل فعلي وضحت بجنود اتراك على الاراضي السوريه، هذا من جهه. من جهه ثانيه حينما تدخلت تركيا في راس العين تدخلت لسببين. السبب دعيني اكمل لو سمحتي. كثيرة من ارضه السوريه، انا اشك بسوريتك. يعني بكل الاحوال اثنينكم كل واحد عم يتهم الاخر. اشك بانتمائك اين انت الى سوريا، انت تنتمين الى قنديل حيث هناك مجموعات ارهابيه ترتكب جرائم حرب، انت تغشين الشعب السوري، انت تنتمين الى عبد الله اوجلان، الى عصابات قنديل الارهابيه التي ترتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري. لو سمحتي جوزيل سكتي. نعم. لانه انا بدي اكمل مداخلتي. لا وما بس بدي احول النقاش طويلة لهذه الطريقه التي لا تليق بشاشتكم الكريمه. لكن هؤلاء الارهابيون الذين انحدروا من جبال قنديل الارهابيه وارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب السوري، هذا هو ديدنهم، لا يستطيعوا ان يتحلوا بالحوار الصحيح والمحترم، دائما يذهبوا بهذا الاتجاه بإلقاء الاتهامات الى الاخرين. فدعيني انت بدات بالهجوم، انا كان سؤالي واضح. معلش اولا ما بقى في وقت كثير، انا بدي اسال سكتيه لجاوبك. خلص جاوبني، قلت لك سكتيه لجاوبك، انا جاهز للجواب اذا بتسمع. انا جاوبتني، قلت لك تركيا هل تستفيد من دواعش؟ قلت لي لا، هي حاربت دواعش وتتهم سوريا الديمقراطيه، وهي تقول لك لا هناك قوى اقليميه هي التي تستفيد من دواعش. هل انتم خائفون من عوده داعش اليزابيث كوري؟ هل القرى خائفة؟ بس خليني جاوب، انا ما خليتيني جاوب. هلا بتشاوب انه هذه العناصر هي قنبله موقوته لدينا، ان كان العناصر الموجودين في سجون الاداره الذاتيه او عوائل واطفال داعش الموجودين في مخيم الهول. لدينا مناشده لكل المجتمع الدولي، للتحالف، للدول المشاركه بالتحالف، ان تكون داعمه أيضا لمحاكمة ومعالجة هذا الموضوع، إن كان من طرف السجون أو من طرف مخيم عوائل عناصر داعش في مخيم الهول. لأنه عملية المحاكمة هي عملية متممة لمحاربة الإرهاب، ونحن دائما توجهنا هو القضاء على هذه الخلايا وحماية المواطنين من هؤلاء الخلايا. ورأينا كيف عدة مرات، عدة حالات اغتيال جرت في مخيم الهول من قبل نساء على عناصر قوى الأمن الداخلي التي لدينا. نحن حريصون جدا ولدينا مناشدة دائما للمجتمع الدولي ولكل العالم بأن يساعدونا بوضع حد ومحاكمة لهؤلاء العناصر. نعم تفضل، معك دقيقة أستاذ ياسر لتجاوب على اللي كنت بدك تجاوبه.
تفضل. طيب انا رح اقول بانه احنا غادرنا اراضينا، انا بالاساس من الحسكه، وغادرنا اراضينا لانه ميليشيات بي واي دي هجرتنا بشهاده هيومن رايتس ووتش وامنستي، طلعوا تقرير قالوا فيه ليس لنا مكان اخر نذهب اليه. ارتكبت ميليشيات حزب العمال الكردستاني اللي تتبع لها ضيفتك من القامشلي جرائم تهجير قسري بحق ابناء المنطقه، هجرتهم من هذه المنطقه، ثم بعد ذلك الان نحن يعني ندخل الى الاراضي السوريه الى مدينه اعزاز المحرره، ومكتبنا هناك، لسنا بعيدون عن الارض، بعيدين عن الاراضي السوريه. لكن دعيني اقول بانه بشكل واضح وصريح استمرار ميليشيات بي واي دي هو استبدال لارهاب بارهاب. يعني استراتيجية الأمم المتحدة لعام 2006 تقر مجموعة عناصر من أجل مكافحة الإرهاب على المدى البعيد. صور عبد الله أوجلان ملية الشوارع بالقامشلي، وفرض تعليم اللغة الكردية ومناهج عبد الله أوجلان الإرهابي على المدارس شاهد لا ينكر، وكذلك الأمر القوانين والمشروع الانفصالي الذي يقومون به هذه المجموعات من سداد الآفاق، هذه كلها لا تخدم مكافحة الإرهاب على المدى البعيد. نحن ما فينا هذا المنبر خليني أن كمل. نقول خليني من هو الإرهابي وليس خليني لا اسمحوا لي خليني كمل لا تقاطعيني. احترمي أدب النقاش، احترمي أدب النقاش، احترمي الوقت، احترمي أدب النقاش، احترمي الوقت. ما بيجوز تقاطعي إذا بتسمحوا. في قوات في سوريا أدب النقاش لا نقول عنهم إرهابي، هذا الوطن للجميع مولى الإرهابيين القادمين من قنديل. صور عبد الله أوجلان اللي عم ترفعيها فوق راسك بتبين هويتك، بتبين أنه أنتم مجموعات إرهابية قادمة. عبد الله أوجلان للكثير من الناس هو مقاوم، فنحن لا نقول عن هذا الشخصية أو لا إرهابي. خلص هذا اعتراف صريح منك. نعم. هذا اعتراف صريح منك بأنه أنت تتبعي لإرهابي، أنت تنظيم إرهابي، أنت تنظيم ارتكب جرائم حرب، فرحان. أنت تنظيم يقيم مشروع انفصالي بالقوة على المنطقة. هذا اعتراف صريح من قبلك بأنك إرهابية. ياسر فرحان ما بتتهم حدا أنه إرهابي إذا بتريد. الإنسان يبين من خلال اعماله واقواله. هي عم تقول بان عبد الله اوجلان مقاوم وفي شهادات. انا بتمنى معلش كنا نتمنى ان نتكلم عن وضع داعش المعترف الارهابي. انا بدي اضطر اني اوقفكم اليزابيث كوريه، شكرا لوجودك معنا. ياسر فرحان ايضا شكرا لوجودكم معنا. ان شاء الله سوريا بترجع بلد الامان، بعيده عن كل الميليشيات وخاصه عن التنظيم الارهابي. شكرا.